بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. اليوم سوف نرى سويا كيف يمكنك التأكد من صحة البروسيسور أو المعالج الخاص بالحاسوب، سواء كان هذا الحاسوب هو الحاسوب الشخصي الخاص بك، لتفادي طبعا بعض المشاكل التي قد تحدث لك أثناء استخدامك لبرامج كبيرة أو أنظمة وهمية إذا كان البروسيسور الخاص بك غير طبعا جيدة وكفاءته غير كبيرة. لا يمكن طبعا استخدام هذه الأمور، وإذا استخدمتها سوف تسبب لك ضرر كبير للجهاز الحاسوب الخاص بك. لذلك أو إذا قررت أصلا أن تشتري حاسوب جديد، كيف يمكنك أصلا التأكد من صحة هذا المعالج، وهل هو هذا المعالج يعني صحته جيدة وكفاءته عالية ويمكنك الاعتماد عليه في أداء المهام بشكل جيد أم لا؟ لكي تفعل هذه الخطوات، كل ما عليك هو الدخول إلى هذا طبعا الموقع. طبعا هذه أداة من شركة انتل. طبعا هذا الموقع هو موقع الخاص بانتل، أي أن هذه الأداة مضمونة بنسبة 100% وأداة رسمية، ليست من مطوري البرامج وليست من أداة يعني من شركة انتل. الآن هنا طبعا للبروسيسور كما نرى هنا ال 32 بت وهنا ال 64 بت. طبعا أنا لدي ال 64 بت، لذلك سأقوم بتنزيل ال 64. أنت إذا كانت لديك ال 32 سوف طبعا تضغط على 32. أنا سأقوم بتنزيل ال 64، سأقوم بالنقر هنا على الخيار الثاني. الآن مباشرة سيقوم بنقلك إلى صفحة أخرى. عموما هنا فقط تقوم بالنقر هنا، بعد ذلك تنبثق لك هذه النافذة، هنا تضغط على I accept. هنا الآن تنتظر في الأعلى، هنا سيتم التحميل. بالنسبة للخيارات التي هنا، بالنسبة لهذه الخيارات هنا، الإصدارات التي يدعمها الويندوز 7 و 8.8.1 وسيرفر 2008 و 2012 والعشرة ل 64. الآن إذا قمت بالنقر هنا فسيأتي لك بمجرد إذا ضغطت هنا هكذا مثلا وضغطت على أي أكسبت، فسيتم تحميل ملف نصي يحتوي على جميع البيانات. طبعا أنا لا أنصح به لأنك أصلا لن تفهم من شيء، فالأفضل هو أن تأتي إما لهذا الخيار وهو ملف زيب. طبعا هذا يدعم أيضا الويندوز 7 و 8 ونفس الإصدارات. يمكنك الضغط هنا، طبعا الحجم 0.65، لكن الأفضل هو أن تختار هذا الخيار. الحجم الخاص به 39 ميجا بايت، يدعم أيضا جميع الإصدارات الويندوز. فقط تضغط هنا لتحميل البرنامج، بعد ذلك على الاي اكسب تنتظر وسيتم مباشرة تحميل. هنا كما نرى هو البرنامج، هذا هو شكل البرنامج بعد التنزيل. كل ما عليك أن تقوم بتثبيته بشكل عادي هكذا، تقوم بالنقر عليه، ثم إذا ظهرت الأوكي تضغط على الأوكي. هنا يقول لك أن هذا البرنامج صالح لـ 32 لـ 64، تعطي على الأوكي. يعني إذا ظهرت لك هذه القائمة طبعا تتركها كما هي. الآن هنا طبعا ستظل شغالة إلى أن ينتهي التثبيت هذا إذا ظهرت. بعد ذلك تضغط على النكسيت، تغير هذا الخيار إلى يكسبت، ثم النكسيت، ثم النكسيت، ثم تنتظر. هنا تنتظر إلى أن ينتهي، بعد ذلك تترك هذا الخيار على لانش ذا بروجرام أو تشغيل البرنامج. طبعا هذه هي أيقونة الاختصار الخاصة بالبرنامج، وهذا الانستال. الآن سيتم فتح البرنامج تلقائيا. هنا يقول لك أنا أقوم بفحص البروسيسور، هنا فقط بليز ويت أو انتظر إلى أن يتم ظهور هذا البرنامج، لأنه يأخذ جميع المعلومات حول الجهاز ويجمعها لكي يعطيك تقرير كامل على الجهاز. بالمناسبة هنا حتى كرت الـ VGA وكرت الشاشة أيضا هنا طبعا يقوم بالفحص. هنا أيضا كما قلت حتى كرت الشاشة يقوم بفحص هذا البرنامج إذا كان يعاني من مشاكل
معينة أو فيها خلل هنا كما نرى، إذا كان فيها مشاكل معينة سيقوم هذا البرنامج بإعطائك أيضا نتيجة النتيجة. إذا كانت في مشاكل في كرت الشاشة، هنا كما نرى يفحص كرت الشاشة، إذا كانت فيها عموما أي مشاكل أيضا في كرت الشاشة سوف يقوم باخطارك وبإعلامك في نهاية هذا التقرير. سوف كل ما عليك هنا الانتظار، أنا سأنتظر وأعود إليكم ريتما ينتهي هذا البرنامج من فحص كرت الشاشة وأيضا البروسيسور. أريد تنويه إلى أمر أنه إذا أثناء استخدامك لهذا البرنامج إذا قلبت الشاشة أكثر من مرة، مثلا الشريط هذا في الأسفل إذا جاء في الجانب هنا أو في الأعلى أو حدثت أي حركة في الشاشة، فقط كل ما عليك هو الانتظار، لأنه بالفعل يقوم بفحص كامل لكرت الشاشة وللخلايا الخاصة بي التي تدعم العرض الشاشة. كل ما عليك هو الانتظار ريتما ينتهي هذا البرنامج لكي تتأكد من سلامة كما قلنا العتاد الخاص بجهازك. تم البرنامج من الفحص، هنا تظهر لي كلمة باس أو باللون الأخضر، هنا يقول لي أن الجهاز الخاص بي لا توجد به أي مشاكل في سواء كان في الويندوز أو في كرت الشاشة والبروسيسور والرام. هنا جميع هذا التقرير كامل. إذا طبعا ظهرت لك هنا علامة حمراء، الأرضية الخلفية هذه حمراء، وظهرت لك هنا فايل، هذا يعني أن توجد مشاكل في البروسيسور وكرت الشاشة، وعليك طبعا قراءة هذا التقرير للتعرف على المشكلة إذا كانت في كرت شاشة أو في البروسيسور، ولكن غالبا تكون في البروسيسور. لذلك إذا ظهرت هذه هنا فايل والأرضية حمراء، عندها يتوجب عليك إيقاف كل شيء والذهاب بالجهاز إلى أقرب محل صيانة لكي لا تغامر بإمكانية فقد كرت الشاشة، لأن كما نعلم أن كرت الشاشة عندما يضيع، وخاصة الكرت الشاشة المدمج في الحواسيب تعتبر قديمة نوعا ما، أنه بضياع أو بفقدانك لكرت الشاشة سوف تفقد الحاسوب بشكل عام، لأنه لا يتم استبداله أو إصلاحه. عليك في هذه المرحلة أن تذهب إلى محل صيانة وهو سيختار لك الحل المناسب. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وحصري، والالتحاق أيضا بصفحتنا على الفيسبوك، الرابط أسفل في الديسكريبشن. السلام عليكم ورحمة الله.